believe that it has been only half a year. ألا مرة ألف شوف ورا. Our Valorant community has shown up in such a huge way. أنا أكتب لف ورا. Disney. Okay, let's fuck running. How is running? Where running? بالضبط. نصابة شريتها مشكلة. Again, I want to thank you all for playing Valorant. شنو الألعاب الخايسة هذه؟ ما أدري ما أدري هو ما أدري. About streamers and students and journalists and marketing and fans. And John Cena. Maybe Uncharted 5, why not? انزلت خلصت. Destiny 3 وين هي؟ وش؟ لو نزيل بيوند لايت شو نزول لك Destiny 3 الحين؟ مش بس يبون فلوس اي والله ادري. خلونا نشتريها بعدين شو اسمه؟ ببلاش. خلاص هيدز كم نوع هذا؟ فاكينج هيدز. وين امانج؟ هذه ما لعبتها شقونا فيها. ايكس. ما ادري وبعد فازت. ايه. هيدز 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 هيدز. دوم 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 دوم. لا ما تزدم ما تزدم دوم دوم توز توز أساس لا دوم مال قلت يا أساس لا ما بيكين رود 96 يا لابتوب حول تالت ميكانيكال صوت جيمك تليفون حول تالت صوت والله صايد انجوي ذا تريلر جود باي احنا بنفسك نشوف تفوز اورد بس ما شفنا الجيم بلاي او تريلر شفنا شيء اتفك وات ذا فك هذا كتاب قاعد يتكلم ليش مستانس انت زين او تريلر نيرد اورجازم انا متاخر على ستريمكم ما ادري كل النار كل خارج كل نار كل خارج ما جيت لعبي طحيل احمد لازم احشش اول مرة بحياتي عشان العب شكل من العاب العبيطة اللي ما تاخذها جد اح طفاك شين ياشير لا انا مع احمد لا لا ايه يعني كل شيء بفلوس ايكون لا ايه اوريجن صغير يعني هم اللي سوى واي اوت شو اللعبة الزق الكتاب نار والله استغفر الله بطل وضيع صراحة هذا اخر اخر بلاير شفته ما ابي اطالع شنو حلوة والله ما راح اطالع وكف لف وقاعد يتكلم بحال من اول وكلير والله يعني فكرة ما حد مسوي هذا وما راح نلعب على سلا تدق صار روحي راح نلعب على سلا راح ندش دستني 2 احمد احمد سمعت ان اي لعبه انت تشتريها من ستيم تسوي لها ريفند صح ولا لا؟ وال 100 وما ادري كم عندي الحين شنو بالله؟ كلهم ريفند عشان بعدين بس انه مبين انت شاريهم عشان توري الناس ان انا عندي لايبرري شوفهم هذا ال 100 المفروض يكونون 500 ايوه ثلاث ارباعهم فري يعني على جوك لا مو ثلاث ارباعهم نصهم يلا It takes two. شلون بكتبها باللست؟ يعني سعد الحين. شد قم غربي ما سعد. بعد فازت. مو صدقهم. هذا طاردها برا مقعدها برا الدريشة شوفها.
يسوون؟ لا ما طالك مغربي. شوف اللي ورا شنو. يستعبطون قاعد يستعبطون. شوف اصفر نار. خلاني 10 دقايق على ما استوعب على شيء. لا اصفر شوف نار. لا كون النار فيها. تونا طالع ليش قاعد ورا؟ هو ايش قاعد ورا؟ كوارث. جوين عطل ها؟ هذا اللي برا الدريشة خزت الكاميرا يمكن خمس دقايق ورا بعض وما غمزت خرعتها. اي هذه يقولك نار. احسن ايش معنا؟ مبين؟ زين شن؟ ايه عشان يطلع تقول اسمك. اوه دستني. اوه دستني دستني دستني. دستني وايد اهم منها. بس بسرعة. What the fuck كتبت شنو اللعبة الحين؟ رحت كنا احمد محمد اود اود وولت هذا شفت لازم صافني هذا احمد محمد والله كنا احمد عندي بس شايفه تقرا نفس اللي كتبته مرة ثانية والله هذا اللي ورا يخرب والله العظيم اللي ورا مو صدق مغربي حبيت اقول لك كذا لا يا حمار مو هذاك اللي ورا يا اخي هذه اللي بكاميرا مو كنا هذه اللي موجوده هني بس لابسه هدوم ثانيه نفس الشيء شوف سلام صوري هذا صوري نفس الشيء هذا بهم نفس الكمام نفس الشعر يا طال مرات مغربي كان اخي بيقول ريسزم كان يقول راسزم اكيد على محمد صح؟ لا واحد محلل اوكي محلل اوكي ما شاء الله حتى لقينا احمد نار اذكر عادي ما اشوف فيه ولا شقونا في السويتش اوه لا اوكي مو حلوة السويتش من هذا؟ جول شنو؟ منو؟ لا ما جول جول نفس صوته اي صح نص الضحكة قعدنا صدق هذا يا بول اسفستو سفروا قالوا يلا تسمى معنا بعدين موتوا باول مشن اتخرب احمد سابقا والله العظيم العاب زق تدري شلون ودي لاست اوف اس تفوز زين عشان انام وانا مرتاح ما عرفنا لك ترى انا طلع اشوف لاست اوف اس تستاهل يفوز صراحه مغربي سرق واقف طيزه ماشي يلا مغربي سويت مغربي مغربي انت بخير ماذا تعال والله تتحدون شباب ما راح اتذكر ولا لعبه من اللي شفناها والله عدانا والله انا معك ولا لعبه خلنا نقول شنو هاللعبه زق ونمشي مو كله شايفينه من قبل انا بتذكر لاست اوف اس 2 اوكي انت حمد راح تلعب دستني كل زق اتوقع احمد اذا حطوا عليه هذا التراكنج اللي يخليه من جل الكمبيوتر يسوون فيه الالعاب ما راح يعترف فيه شوف هذا انسان مغرب القطة وده طويلة القطة وده طويلة طب خلوني اكمل انا ما اقولك انا زعلت هاي كنت اسمع صراحة صراحة كانت وايد حلوة كانت وايد حلوة ها يعني قطة يقول مو قطة بعد حيوان لا مو قطة كثر دز بالكاس انا قلت شنو هاللعبة شكلها حلوة مغربي ما صار لها ثلاث ثواني مغربي كل اللعبة حلوة ترى اقول لك انا من الحين ما اعرف شنو ولا شيء راح العب بس انتم من الحين قاعد اقول لك جيم اوف ذا يير قال الحين يا ابوها عشان انت وينك؟ بالضبط فاينل فانتسي تو يبلش؟ ايه قاعد يغنون حلو على النص بصراحة
اي لا تخربون علي هقول لك منو لا كل زق ايه ما تقدم صراحة يفوزون ما بيدوم معناه تستاهل بس انه جوست حجي والله ماستر بيس الحين قاعد يحطون دوم عادي يحطون لعبة لعبة اوكي قاعد اقول لك تخرب يا ولد الحين فاهم فانتسي انا اوكي عبالي الله يوصل دوم ما يتسبب دوم قاعد تقول كا يلا توني دشيت دوم وايد صراحة دوم كانت حلوة وايد نار دوم خلدينا اوكي على شيء كل سنة كذي سوى يخربون عليهم ترى والله في اشياء قاعد يحطون لقطات مالت اللعبة احلى شيء ان كل سنة يسوون كذي النومينيز يحطون اغانيهم جوست والله جوست كانت نار والله العظيم فاك طلعت فلات اليوم ما لعبت ليجندري مود طلعت فلات اليوم مغرب جوست اي باكر راح نلعب ليجندري مود جهز روحك شو خلينا نشوف اذا انت قوي ولا لا والله عاد وايد صعب استانس فاكينج جوست والله تستاهل اعتقد والله ما افتر والله نار كلش مو معطينها ريكوجنيشن والله كسمهم كلام لاستوس خام كاي لاستوس نيرد ريد الله يرحمك يا جوك انت خوش معك ايوه بطفي الشات كسمهم هيديز هذا بشوفه شنو هذي والله ما ادري اه طالب ايش طالب الله لحظه انا كذي من صدقهم حنا نشوف شنو الجيم بلاي قبل ما ادري ايش دراي متخري عني تدري في تدري في مليون لعبه والله ما تخري عني ما ادري ايش بس على حسين هذه ما تاخذ جيم اوف ذا يير يعني يمكن كل سنه كذي كل سنه كذي كل سنه كذي لازم في لعبه خرا يحطونها نومينيت تبي حطينا انيمال كروسنج بعد خلال موش إذا أنا الكروسينج تفوز ما راح أكلم على سنة مدة شهرين. آه قال لكم أنا الكروسينج بتفوز جيم أوف ذا يير. صح قاعد نقول بالجروب. لا أتوقع لاست. أهم شيء وأنا الكروسينج أنا راضي. والله لو جوست تكفى صدموني تكفى. يلا أنا حطه من إيش أشوف من الجروب. زين لا تقول شيء ها. اللعبة الزق انا من ديناصور ما شنو Well that sounded fantastic. And now the game of the year award goes to The Last of Us